إدراج فيلم فرعي. الفيلم الفرعي عبارة عن كائن له حركة ذاتية، ونستطيع إضافة مؤثرات حركية عليه مع احتفاظه بحركته الذاتية. يعتبر الفيلم الفرعي جزء من المشهد الرئيسي سين. لكي يتم إدراج فيلم فرعي، أولا من قائمة insert نختار الأمر movie clip. بطريقة أخرى يمكن استخدام أداة movie clip من شريط الأدوات، كما يمكن من شجرة المحتوى قائمة insert اختيار movie clip. في كل الحالات يظهر الفيلم الفرعي في المسرح. لكي يتم إدراج الكائنات والتأثيرات عليها في الفيلم الفرعي، يتم الضغط ضغطا مزدوجا على الفيلم الفرعي في خط الزمن. عندها يمكن إضافة كائنات الفيلم الفرعي وإضافة التأثيرات المطلوبة عليها. تجميع الكائنات وتحويلها إلى فيلم فرعي. يمكن تحديد كائن أو مجموعة من الكائنات وتحويلها إلى فيلم فرعي بأكثر من طريقة كما سنرى. لدينا في هذا المشهد 3 كائنات مختلفة، كل كائن مطبق عليه أحد التأثيرات. يمكن تجميع هذه الكائنات في مجموعة واحدة وتحويلها إلى فيلم فرعي، وذلك باتباع ما يلي. أولاً يمكن تحديد الكائنات باستخدام أداة التحديد مع مفتاح شيفت، وباستخدام الضغط على الزر الأيمن للفأرة واختيار الأمر جروبنج من القائمة الفرعية، ثم اختيار الأمر جروب as group، فيتم تحويل الأشكال 3 إلى مجموعة واحدة. بعدها ننتقل للقائمة modify ونختار الأمر convert ثم convert to movie clip. يتحول اسم المجموعة إلى movie clip في شجرة المحتوى. مرة ثانية بالضغط بالزر الأيمن للفأرة على مجموعة الأشكال، ومن القائمة الفرعية الأمر grouping نختار ungroup. إذن تم تحويل الأشكال إلى فيلم فرعي مع المحافظة على حركة أو تأثير كل كائن من هذه الكائنات. بطريقة أخرى يمكن تحديد الكائنات 3، وبالضغط على الزر الأيمن للفأرة نختار الأمر grouping ثم نختار group as movie clip، فيتم تجميع الكائنات في فيلم فرعي واحد. إدراج أزرار. الأزرار هامة جدا في أي فيلم أو في أي مشهد، حيث يمكن توظيفها لتشغيل أو إيقاف أو الانتقال بين مشاهد الفيلم المختلفة، مما يجعل العرض أكثر تفاعل مع المشاهد. هناك العديد من طرق إضافة الأزرار، نذكر منها من قائمة insert في لوح شجرة المحتوى نختار الأمر button، ومن قائمة insert أيضا يمكن اختيار الأمر button، وأخيرا من شريط الأدوات لدينا أداة insert button. يظهر لدينا الزر على المسرح، ويظهر لوح خصائص خاص بالتعامل مع الزر كما هو موضح. نلاحظ أيضا في شجرة المحتوى يظهر كائن الزر بهذه الصورة. يمكن التحكم في موضع الزر على المسرح، ويمكن التكبير والتصغير في حجمه على حسب الرغبة. من لوح الخصائص يتم اختيار حالتي الزر عند المرور عليه أو عند الضغط عليه بالزر الأيسر للفأرة. ثم ننتقل إلى لوح شجرة المحتوى ونضغط على هذا الرمز بجوار الزر لنحدد حالات الزر 3. أي زر يظهر في المشهد بشكل، قد يختلف هذا الشكل عند المرور على الزر أو عند الضغط عليه، ولذلك سنقوم بتحديد الحالات 3 للزر. يمكن إدراج صورة لشكل الزر أو إدراج نص أو تغيير لون الزر على حسب الرغبة في كل حالة من الحالات 3. نبدأ أولا بالحالة الأولى، وهي حالة شكل الزر في المشهد. على سبيل المثال نرسم شكل مستطيل
ونلونه باللون الأخضر. الحالة الثانية overstate، وهي حالة المرور على الزر. سنقوم برسم مستطيل آخر ونلونه بلون مختلف للتمييز بين أوضاع الزر المختلفة. بنفس الطريقة حالة داون ستيت، وهي عند الضغط على الزر بالزر الأيسر للفأرة، وسنقوم أيضا برسم مستطيل ونلونه بلون مختلف. لدينا الآن ثلاث حالات للزر. في كل حالة وضعنا مستطيل بلون مختلف: حالة ظهور الزر في المشهد، حالة المرور عليه، وحالة الضغط على الزر. يمكن بدلا من رسم الأشكال يمكن إضافة الصور، ويمكن أيضا كتابة النصوص. يمكن مشاهدة العمل ومشاهدة شكل الزر في الحالات الثلاث، وذلك باختيار الأمر تست من قائمة فايل، ثم اختيار الأمر SWF in Flash Player ليتم عرض الزر في مشغل فلاش. كما نرى ظهر الزر لدينا بحالته الأولى وهي اللون الأخضر. عند المرور على الزر يتحول لونه إلى الأصفر، وعند الضغط عليه بزر الفأرة الأيسر يتحول إلى اللون الأحمر. إضافة النص البرمجي للزر. هناك نصوص برمجية كثيرة جاهزة في برنامج سويش ماكس 4، لكل منها وظيفة محددة يمكن استخدامها مع كل زر على حسب وظيفته. هناك نصوص برمجية لعمليات التشغيل والإيقاف والانتقال وغيرها. لكي يتم إضافة نص برمجي للزر، يتم تحديد الزر على المسرح، بعدها نختار من قائمة Insert الأمر Script، ثم Movie Control، ومنها Go to and Play، وأخيرا Go to and Play Frame. نلاحظ ظهور نافذة سكريبت في المسرح، ويظهر بها النص البرمجي الذي تم إضافته في الجهة اليمنى من الشاشة. اختبار عرض الفيلم. لكي يتم اختبار العمل والتأكد من شكل الفيلم والجودة التي سيظهر عليها عند العرض، يمكن استخدام برنامج مشغل الفلاش أو مستعرض الإنترنت لعرض الفيلم. ولعمل ذلك نختار من قائمة فايل الأمر تست، فيظهر لدينا قائمة فرعية. الاختيار الأول SWF in Flash Player، ومعناها اختبار العمل في برنامج مشغل فلاش. الاختيار الثاني HTML زائد SWF in Browser، معناها اختبار العمل في المستعرض، مستعرض الانترنت في وجود مشغل فلاش. على سبيل المثال إذا اخترنا الاختيار الأول يبدأ في عرض الفيلم في مشغل فلاش، فلاش بلاير 6. وإذا اخترنا الاختيار الثاني يبدأ في استعراض العمل في مستعرض الإنترنت.